معاكم مصطفى محمد من قناة عرب هاردوير، هنشوف مع بعض انبوكسنج للهيدفون ريبابليك اوف جيمرز سنتريوم من شركة اسوس. علبة الهيدفون من قدام عليها لوجو ريبابليك اوف جيمرز وصورة ليها والاوديو ستيشن، وده هنتكلم عنه بعدين بالتفصيل. في الاخر خالص ده اسم الهيدفون، وفوق اسم الهيدفون اهم حاجة بتتميز بيها وهي انها True 7.1، وده معناه ان فيها عدد 7 سبيكرز داخليا عشان تقدم تجربة للسراوند سيستم ساوند، على عكس معظم الهيدسيت الجيمينج اللي موجودة في السوق. على العلبة من الخلف هنلاقي صورة للسوفت وير الخاص بشركة اسوس عشان ضبط اعدادات الصوت، واضافة اسوس لعدد 2 كوشن من الجلد والتانية من الأمور، بجانب وجود عدد 4 بروفايلات تناسب الالعاب المختلفة. هنلاقي مرة كمان على ظهر العلبة اوفر فيو من اسوس للهيدفون والاوديو ستيشن الخاص بيها. هنفتح علبة السماعة مع بعض، والعلبة بتمتاز بجودة عالية من حيث الخامات في التصنيع والشكل الجمالي، وعليها شعار ريبابليك اوف جيمر. اما عن محتويات السماعة هنلاقي فولدر عليه شعار ريبابليك اوف جيمر والاوديو ستيشن، ودي الفي اي بي ممبر وارنتي والكويك جايد. من ضمن المحتويات سبليتر من اتش دي ام اي ل 3.5 ملم، وفكرة السبليتر انك تقدر تستخدم الاوديو ستيشن في انه يتحكم في السراوند سبيكرز الخارجية، وده كيبل يو اس بي بيوصل الاوديو ستيشن في البي سي. الكيبل فيه طرفين، طرف يو اس بي واحد بس بيبقى للاوديو ستيشن، والطرف الثاني بيكون 2 يو اس بي، ولازم الاثنين يتوصلوا لان واحد فيهم لنقل الداتا والثاني عشان يمد الاوديو ستيشن بالباور اللي بتحتاجه. اخر حاجه في المحتويات هتكون الكوشن الاضافيه المصنوعه من القماش عشان توفر راحه اكتر في استخدام الهيدفون. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي بيميز الاوديو ستيشن. الاوديو ستيشن هي عباره عن كارت صوت خارجي مزود بامبليفاير، وده هيقدم جوده صوت افضل. كمان تقدر تتحكم في مستوى الصوت عن طريق السكرول اللي فوق وعليها علامه ريبابليك اوف جيمر، ده غير كمان انك تقدر تتحكم في صوت كل قطعه في الهيدفون او حتى الاضاءه الخاصه بيها بعد ما تختار النمط عن طريق السكرول اللي قدام. من فوق في 4 زراير، الزرار الاول عشان يفعل خاصيه ال 7.1، والثاني عشان يشغل الامبليفاير، والثالث بيكون للمايك سويتش اون او سويتش اوف، واخر زرار بيكون للسبيكر. الاوديو ستيشن فيها بورت اتش دي ام اي عشان الهيدفون، واتش دي ام اي ثاني للسبليتر الخاص بالسبيكر، واليو اس بي الخاص بالبي سي. حاجه من اللي بتتميز بيها الاوديو ستيشن ان فيها بيلت ان مايك عشان يقلل من النويز بنسبه توصل ل 90%. راحت اسوس في الهيدفون انها تكون مريحه لاكبر حد ممكن عشان فترات الجيمنج سيشن الطويله، وده اللي بنشوفه في التصميم الخاص بيها. المايك الخاص بالهيدفون مختفي تماما داخل فريم الهيدسيت، ده غير ان المايك قابل للفك والتركيب. بكده نكون قدمنا لكم انبوكسنج واوفر فيو سريع للهيدفون الجيمنج ريبابليك اوف جيمر سنتريوم من شركه اسوس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لقناه عرب هاردوير. اشوفكم في فيديو جديد.